السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا المسابقة مثل مراجعة فصل التشابه في الكويزز، ممكن يضيفها المعلم لحسابه أو موقعه نفس الاختبار كوبي أند إيديت. الآن تعدل الآن ما تشاء بالضغط على إيديت، أي سؤال تعدل أو تحذفه، وممكن تضيف عليه وغيره وتعدل ما تشاء عن طريق إيديت. ثم إذا انتهيت من التعديل، الإضافة، زيادة أو نقصان أو حذف وغيرها من التعديلات لأي سؤال هنا من الأسئلة، ثم هنا تختار الإضافة، هنا أي نوع من الأسئلة، اختيار أو صح وخطأ وغيرها، ثم هنا تضيف عند إضافة نيو كويشن، هذا إضافة سؤال جديد، وتضغط هنا للنسخ. الآن أصبح بالحساب آخر، بحساب الشخصي للمعلم. هنا تضغط مثلا عند إجراء المسابقة لحفظ الإجابات الطلاب، مثلا لايف كلاسيك، اختار مثلا كونتينيو وأي خيار آخر تريد إظهار إجابات أم لا. هنا اضغط كونتينيو، هنا انسخ الرابط للطلاب، أو ممكن اللي الأسفل ناسخ الرابط مع الكود للأسفل، ثم ننتظر دخول الطلاب، نضغط ستارت. هنا انضم طالب، ممكن طالب، وهكذا تنتظر انتظام الطلاب وتبدأ المسابقة. تبدأ المسابقة وتشاهد الترتيب للطلاب الأوائل هكذا. هنا يضغط ترتيبهم، ليدر بورد، وهنا الأسئلة، هنا الأسئلة ممكن تشاهد وتناقش الطلاب فيها، ممكن تحفزهم أيضا للترتيب. هنا الترتيب طالب فقط، ممكن يأتي الطلاب كلهم وتأتي ترتيبهم تبعا. ثم جميلة وشيق المسابقة. عند الانتهاء هنا ترتيب الأوائل، وهنا الأسئلة، هنا الأسئلة، هنا الأسئلة جميعا تظهر، ممكن تشجعهم للتنافس للمركز الأول. هنا جربنا فقط في طالب، ولا ممكن ينضم لها أكبر عدد من الطلاب. في النهاية هنا تضغط الإند، هنا الإند، نضغط على الإند لنهاية المسابقة، يظهر الترتيب الأوائل. هنا إند، ترتيب الأوائل الأول والثاني والثالث، لأنها فقط لعب انضم واحد فقط الآن. ثم هنا الميزة الأخرى، تحميل النتائج، كافة النتائج الطلاب إيش أخطأوا فيه. وهنا الأسئلة، هنا الطالب، هنا الأسئلة، وهنا إجابات الطالب إيش أخطأ فيه، هنا تظهر، وهنا أيضا تحملها، هنا تحملها النتائج، لما تضغط تأتي تحميل للنتائج في الجهاز، تكون محفوظة في الجهاز النتائج بالتفاصيل، كل سؤال وكل طالب واسمه، والأهم إدخال الاسم لكل طالب، غير إدخال الكود، يدخل الكود ثم يدخل اسمه، وتأتي النتائج بالتفاصيل، ممكن مراجعتها وتعديل أخطاء الطلاب ومناقشتهم. وبالتوفيق للجميع. هنا انهاء.